السند المتصل إلى رسول إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، يوم عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه وقال: أيها الناس، قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الفطر فليقيم. هذا الحديث أجزتكم به في يوم عيد كما أجازني به الشيخ محمد ياسين الفدني في يوم عيد.